يبقى كلام عبادة صح وكلام الناس كمان صح. ماما عايزة ايه بين امك يا فوزية؟ هو عم عباس رجع الفلوس تاني ليه؟ رجعت المية في زوره، راجل كبر وخرف ونفخ وطق. يعني مفيش غير كده؟ مالك يا بنت في ايه؟ يبقى كلام عبادة صح. ها؟ ماما مفيش سبب تاني يخلي عم عباس يرجع في كلامه؟ سبب زي ايه؟ الله ما ترد يا بنت، ردت المية في زورك. هو في حد قالك حاجة؟ عبادة بيقول. عبادة بيقول ايه؟ ما تنطقي يا بنت، انت مخبية عني ايه؟ عبادة بيقول ان عم عباس مش هيجوز يوسف لفريال علشان فلوس ابويا. مالها يا بنت فلوس ابوكي؟ يعني طيلها حرام؟ اخرسي قطع لسانك وقطع لسان جوزك. جاي يام انت هتقطعي لساني ولسان جوزي؟ الناس اللي بتقول قطع لسان اللي يقول على ابوكي كلمة وحشة. خلاص الخنشبع من خير ابوكي وشم نفسه وشد حيله، ودلوقتي بيتكلموا وبيقولوا، يقولوا ايه؟ يعض الايد اللي احسنت اليهم.